السلام عليكم خوتي المشاهدين، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ودائما عواشركم بروكاس. شكرا لكم بزاف كما العاده على الكومنتيرات والمكالمات ديالكم. اما اليوم كما كتشوفوا عندنا نوبه الماء، راني سقيت الفصه ودابا سقيت هاد البحيره، هاد الربيع وهاد القرعه، قزبور، معدنوس، كرافس. دابا راه خرج له سيدنا رمضان، دابا راه سبل خرج، حنا كنقولو خرج زعما سبل. والمعدنوس حتى هو راه تحش، والقزبور حتى ديك الجهة تنكلات، بقات غير هاد الجهة. والحمد لله على كل حال. وغادي نسقي ديك البطاطا، ومن بعد ديك البطاطا غادي نسقي، غادي نمشي نعمر ديك الساريج الماء. وهالخرطة اللي كنت قلت لكم راه بدينا فيه كنحشوه ولا كنحردوه، راه في الجهه الاخرى، غير مازال ما كتبش نوريكم. كنا بغينا نبين لكم، ندير لكم فيديو اليوم، ساعه اليوم كانت شويه الشتاء وما خدمنا شيء، داكشي علاش ما شاركتش معكم. دابا ملي سقيت هادو، كنتسنى هاد اللوزه تتسقاو. ها هي هادي شربات، وهادي وسيله النقل وسيله نقل البضائع. راه الفصه اللي سقيت انا غادي نمشي نوريها لكم، وغنقلبو الساريج والبطاطا ولا حيت الخمسه خارجين دابا سيدي، راه تقريبا شي 3 و 3 و 3/4، ومع ديك القطعه وداك الشيء الله يجي مع جوج ديك 6 ولا 5 6 و 5 و 45 دقيقه بحال هكا كيتكلى. صافي دابا راه عندي كندير باش نهز الصبه باش نبقى نبين لكم كنقلب. غادي نقلب هكا صافي. ما حد جبدنا الساعه، واحد المتتبعين ولا ما عرفت قال لي واش كتهضروا على الساعه جديده ولا قديمه. حنا ما بدلناش الساعة، حنا مازالين على الساعة القديمة، حنا ما تنخدمو بالساعة ما حتى حاجة. صافي عندنا الدراري المدرسة تيقرا ودوك خلاص صافي، التليفونات راهم دايرين الساعة الأوتوماتيك، وخا كديرها القديمة كترجع جديدة راسها. بالنسبة للمكانات الحيط حنا راه دايرين القديمة، عمرها تحولات عمرها تبدلات، حيت ما خدامين حنا بلا ساعة بلا حتى حاجة. صافي حنا الساعة تعرفوها وقت الصلاة ونعرفوها، المهم الهضرة اللي كنهضر حيت بزاف كيقولوا لي واش الساعة جديدة ولا القديمة ولا، حيت كنت هضرت على واحد الفيديو على نوبة الماء نيت، قلنا غادي نخرجو وغادي نسقي وغادي ندير، واحد قال لي واش كتحسبو نتوما على الساعة الجديدة ولا القديمة، حنا الماء كنتحسبو على الساعة القديمة. وهذا عازي شكير طحالتو شحال هو تاهو غيب عليكم، قلت له جيب لي قرعة نشرب، وعلاش درتي ما خديتي القرعة هذا؟ هي تقرا زعما بقى لك واش تبرد يا سي المتتبعين كي داير. صافي كيلعب القلمة وكيلعب. صافي عزيز دابا راه الما في الفصة، راه تسقات تكملات، غير ديك الزيتونات الطرفانيين كنخليهم الماء بالعاني باش يهبط يتزل عندهم من هنا تما يتسقى، وعاد نقلب الجهه اخرى عاوتاني. وراه الجو مغيم، الجو ديال الرعد. عزيز وهذا الشيء اللي كاين، ديك فرينه حتى هي راه بدات كتنكل، كنحشوها كنعطيوها للكسيبه حيت الكسيبه ما بقاش كتخرج كيعلفوا، وكنحش لهم دابا هذيك. البارح حشينا ثمان شي جوج شواريات، حشينا حشاكم على الحمراء وخليتها تلوى الدبال، وكنبقى نعطيها لهم هي والسكه هي والذرة والفرينه والشعير، كنعطيها للخرفان وداك العتارس.
واحد السؤال كيبقى يتكرر مرارا، علاش ما كتبانش؟ واش ما غير كتهضر؟ واش غير كي غندير ديال دابا؟ كي غندير نهز التليفون ونبقى نتمشى ونبقى نصور راسي ونبقى بقيت نشد لكم غير راسي ما يبان حتى حاجه. بغينا حنا نوين لكم الطبيعه، وما بنادم راه طالع لكم في الراس. بغينا نبين لكم الطبيعه ونشارك معكم اجواء ديال الباديه وشي اللي كاين دابا. هذه ها تبارك الله كي ولات، راني داويتها ياك عاد زرعناها، راه كانت مازال صغيره. ايوا تشرب دابا واحد السيمانه اخرى تلقاها كتنور، شي حبه تبع دار نورو. صافي كتنور كتبقى ترخي، حنا كنقولو كترخي داك البطاطا الصغيره وصافي كتبقى تغلط شويه بشويه شويه بشويه. ما تخرج لها شهر 4 12 شهر 5 ولا يدير فيه ديك 20 يوم ولا صافي، راه كتكون واجده ديك الساعه. عاوتاني نقلعوها ونزرعوها عاوتاني بلاصه الضره. دابا هاد البلاصه الفول هادي اللي حشينا غادي نزرع، غادي نلزيها دابا ملي غادي نسالي غنرخي فيها الماء تفزق، ومن بعد نشف شويه واحد نهار ولا يومين وغادي نحرثها وغنديرها الضره. نزرع حد شويه الضره، نديرو خطوط ديك ديال البوسيكه اللي كيدير الكبال، وغنزرع في وسط منها القرعه هذيك اللي كتسرع. حيت ما تبقاش، حيت هاد البلاصه جايه ما بين الماء، كيدوز الماء من هنا ومن هنا، غادي تبقى ديما تفزق تفزق، خير نستافدو منها. وكنفكر نزيد شي هاد البلاصه هاديها من نحيد الخرطه نزرعها اللوز كامله، ندير نخففهم وحده هنا وحده لهي باش بقى، حيت الغله كتبغي الشمس، البلاصه اللي مغمقه كدير والو. وهادشي اللي كاين، راني طولت عليكم وشكرا لكم بزاف، نتمنى هادشي ينال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء عزيز. ياسم باي باي. باي باي. ياسم تلقاو شي فيديو اخر. تلقاو شي فيديو اخر. ياسم ما تنساوناش ديروا النجيم. يسوع وشكرا لكم. شكرا لكم. يلا الى اللقاء. الى اللقاء. الى اللقاء. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.